الذي يقرأ ويفهم سيحاورني، والذي يقرأ ولا يفهم سيشتمني، والذي لا يقرأ ولا يفهم سينتصر علي. هكذا تكلم الكاتب المصري فرج فودة وكأنه يقرأ من كتاب المستقبل، حيث دفعت كتابات فرج فودة آخرين للحوار معه ومناظرته، ودفعت آخرين للنيل منه وشتمه بل وتكفيره. فيما قتله أمي لا يعرف القراءة والكتابة في 8 يونيو عام 1992 بناء على سماعه فتوى بإحدار دمه. وجه فرج فودة في كتبه ومناظرته نقداً حاداً للحركات السياسية الإسلامية، واعتبر أفكارها انحرافاً عن الإسلام الدين الذي يؤمن به، وتجاوزاً له إلى الإسلام الدولة الذي عارضه واعتبره فكراً بشرياً قاصراً ومشروعاً سلطوياً يقوم على الشعارات الدينية للبرنامج السياسي الواضح. وهو ما اعتبره بعض خصومه نيلاً من الإسلام ذاته، فكانت الفتوى بردته وإحدار دمه. شهدت الثقافة العربية في العصر الحديث نماذج أخرى تتشابه قضيتها مع قضية فودة وتفاصيلها إلى حد بعيد، حيث الرصاصة الأمية رداً وحيداً على أسئلة الكاتب أو المفكر أو المبدع، وهو ما حدث مع الأديب العالمي نجيب محفوظ في 14 أكتوبر عام 1965، حيث تعرض له فني كهرباء شهد بأنه لم يقرأ حرفاً مما كتب محفوظ، وطعنه في رقبته بناء على فتوى من شيخ الجماعة الإسلامية عمر بن عبد الرحمن. أما المفكر السوداني محمود محمد طه فقد تعرضت له الدولة نفسها بسبب آرائه السياسية والدينية وتأسيسه حزباً يدعو إلى استقلال السودان وإلى الجمهورية، وإصداره كتباً تدعو إلى تجديد فهم الإسلام، ما تسبب في ملاحقته وسجنه ومحاكمته بتهمة الردة مرتين، الأولى في العام 1968 والثانية في العام 1985، حيث صدر الحكم بإعدامه شنقاً فيما عرف بجريمة العصر، وهي الجريمة التي تكررت مع آخرين بصيغ مختلفة تتراوح بين القتل والتكفير والنفي والملاحقة الأمنية واستهداف الرزق والسمعة والأمان الشخصي. ومن هؤلاء عميد الأدب العربي طه حسين الذي ذهب بأفكاره إلى النيابة وواجه فتاوى بالكفر والردة طوال حياته وبعد موته، والمفكر المصري نصر حامد أبو زيد الذي عوقب على كتاباته بحكم قضائي بالردة والتفريق بينه وبين زوجته، والروائي السوري حيدر حيدر بعد نشره روايته وليمة لأعشاب البحر والذي واجه اتهامات بالكفر والضلال، وفتاوى وآراء دينية تطالب بمحاكمته وتحريم نشر الرواية أو تداولها ووجوب إتلافها، وغير هؤلاء كثيرون.